السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي الحلوين طلاب الصف الثاني الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في فيديو ده هنحل مع بعض صفحة 46 47 و 48 من كتاب بيت باي بيت. يلا ابدأ كده حل معايا واعرف كل كلمة معناها ايه. عندي كلمة تشيبس يعني شيبسي، هتبقى نمبر ايه اهي. كلمة جراندما يعني جدة، تبقى نمبر سي. بيرنتس الوالدين، نمبر دي. تشيكن دجاج، نمبر اي. teacher يعني مدرس او مدرسة، نمبر بي. طيب هنا بيقول لي احط دايرة على الكلمة اللي بتعبر عن الصورة. هنا الجد والجدة يبقى grandparents. هنا ده شاطئ يبقى beach. طيب هنا عندي children اطفال ولا parents؟ لا children. طيب الصورة دي، ده الصورة دي uncle. طيب تعال نشوف صفحة 47. هات صفحة 47، طبعا هنكمل الكلمة الناقصة. كلمة cousin ناقصة ال I وال N. كلمة chicken ناقصة ال C وال H. كلمة beach ناقصة ال C وال H. كلمة moon ناقصة ال O وال N. طيب تعال نشوف هنا كلمة uncle U N C L E. family F A M I L Y، وخلي خطك حلو. chips C H I P S. طيب كلمة grandpa G R A N D P A grandpa. طيب هنا بيقول لي اكتب جملة تحت كل صورة، عايز جملة واحدة بس. mother ممكن اقول I love my mother، she is my mother، يبقى she is my mother، هي تكون امي. طيب كلمة wears يرتدي، ممكن اقول هي ترتدي جيبة، يبقى she wears، هي ترتدي a skirt. skirt يعني جيبة، وما تنساش الاس عشان ده جملة مضارع بسيط. طيب تعال نشوف بقى السؤال اللي في الصفحة هنا، عايز جملة على this. طب ممكن اقول ايه؟ this يعني هذه تكون، this is هذه تكون مثلا my sister اختي، او a girl بنت خليها my sister، يبقى this is my sister، هذه تكون اختي. طيب تعالى هنا جملة على these، ممكن اقول these are children يعني هؤلاء يكونوا اطفال. these are children، هؤلاء يكونوا اطفال. طيب يلا صفحة 48 اخر صفحة في يونت 1، بيقول لي هنا هقرأ وهحط true or false يعني صح او غلط. بيقول لي the sun is in the sky، الشمس في السماء. at night في الليل، طبعا هنا الشمس ما بتكونش في الليل فهنحط غلط. طب هنا بيقول لي these are my grandparents، هؤلاء يكونوا والدي، ايوة يبقى هم grandparents. هنا عندي I want chips، أنا أريد شيبسي، لا طبعا دي chicken دجاج. هنا he is wearing a skirt يعني هو يرتدي جيبة، لا طبعا مش، ما فيش جيبة كده عيب يعني. طيب هنا بيقول لي the sun، الشمس نقط in the evening، in the evening في المساء، يبقى الشمس بتعمل ايه؟ goes down، goes down يعني تغرب، ولازم تحفظها كويس قوي قوي قوي. طيب هنا بيقول لي he is my يعني هو يكون، he هو ولد او راجل، طبعا لازم تكون grandpa، ما ينفعش grandma واقول عليها he عشان he يعني هو. طب هنا this is my، هذا يكون friends ولا friend؟ طبعا friend واحد بس عشان is بتيجي مع المفرد. هنا the in the sky at night، بيكون في السماء في الليل، يبقى moon القمر. بيقول لي هنا this، طبعا من غير ما نكمل this بتاخد بس لازم تكمل السؤال. these are my parents يعني هؤلاء يكونوا والدي. هنا رتب، انا هرقم وانت اكتب. بيقول لي هنا my father يعني ابي is a teacher، ابي يكون مدرس. هنا this، يبقى this is my new friend يعني هذا صديقي الجديد. هنا this، يبقى these are my brothers يعني هؤلاء يكونوا اخوتي. هنا she is wearing glasses يعني هي ترتدي نظارة. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنساش تعمل لايك قبل ما تسيب الفيديو، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك فيها علشان يوصلك كل فيديو جديد وكل شرح درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت معكم سمونة صبحي.